النهاردة الحقيقة موضوع مهم جدا، لأنه موضوع جراحات السمنة اللي بتتعمل للناس اللي عندهم السمنة المفرطة، اللي هي الغرض منها هو إن الواحد يخس جامد، إن الواحد ينزل 30 و40 و50 كيلو. العملية مش إحنا اللي بنعملها، مش معقول طبعا جراح تجميل هيعمل عملية على المعدة اللي هي اسمها عملية تكميم أو تحزيم أو تحويل بأنواعها المختلفة. اللي بيعمل العملية دي جراحين متخصصين في الجهاز الهضمي، بيعملوها بالمناظير، وبتبقى أهم سبب لنجاح هذه العملية إن اللي ناوي يعملها يقعد كويس كتير مع الدكتور اللي هيعملها له. بمعنى إيه؟ يعرف إزاي هيعيش حياته بعد كده، هياكل إزاي وهياكل قد إيه وهيجراله إيه، إذا كان في حاجات هيقدر ياكلها وفي حاجات مش هيقدر ياكلها، اذا كان هيرجع هيعمل. العمليات دي كلها بتعتمد على ان الجزء اللي فاضل من المعده يبقى اصغر، يقوم الواحد يشعر بالشبع بسرعه، يقوم ما ياكلش كتير، يقوم يخس، هيضطر يحرق الدهون بتاعته عشان يعيش. وعشان في منها عمليات عنيفه احنا بنسميها اجريسيف قوي، لما واحد بينزل جامد جدا وبيكون معاها معدلات قويه قوي لتساقط الشعر ونقص في الفيتامينات وضعف في الجلد، مش عايزين دي، بطلوا الدكاترة دلوقتي يبعدوا عنها، بيعملوا عمليات حنينة شوية، النتيجة بتاعتها أقل، لكن المهم إنها تدوم والواحد يكون خير أمور الوسط، ما يبقاش كان تخين قوي، يبقى رفيع قوي تعبان. الناس بعد العمليات دي بيبقى عندها مشاكل. المشاكل دي مش بس في الصحة، ده كمان في الشكل. يبقى العين كان الأول تخين وشكله مش مظبوط، دلوقتي بقى شكله ضعيف، وشه باين عليه سن أكبر، جسمه مليان ترهلات، فبنتحول إلى جراح التجميل بقى في الحاله دي عشان يظبط لنا الحاجات دي كلها. اذا نمره واحد، اولا انت ينفع لك العمليه دي ولا لا، اللي هتناقشها مع الدكتور اللي هيعملها، لانها ما هياش دلع، مش واحده تقول انا عايز انزل 10 كيلو اما اروح اعمل عمليه تكميم ولا تحزيم. جه وقت كده كان فعلا في ناس كده كتير، طبعا دول غلط، والدكتور اللي وافق على كده غلط. ليها شروط، ليها بشروط معدل الجسم اللي هو بيشوفه، الوزن مع الطول ويشوفه نسبته كام ورقمه كام، ويبقى دي تسفع لك ولا لا، لان ليها عمليه ليها مخاطر وليها مضاعفات ما تتعملش لاي حد. واهم حاجه فينا ما تقدرش ترجع في كلامك تاني، ما تقولش ايه بعد شويه، باستثناء التحزيم الحزام اللي بيتعمل ده، لكن العمليات التانيه خلاص اتعملت مش ترجع تاني. فالنتيجه بتاعتها يجب ان تكون، او يعني قرار انك تعملها يجب ان يكون قرار مدروس ومن دكتور كويس. دكتور كويس يعني مش بس بيعمل عمليه كويس، لا ده بيختار العيان المناسب، ونقعد نتكلم معاه كويس قوي عشان نضمن إن اللي هيحصل بعد العملية هو اللي أنا عايزه. طيب، خلصت العملية وابتدى الواحد يخس وابتدى الواحد يبقى مبسوط عن نفسه، وبعد شوية بيبتدي كمان يحصل حتت كتيرة في الجسم يبقى فيها مشاكل. وده دورنا إحنا بقى كجراحين تجميل. لأنه نمرة واحد، إحنا ساعات بيجي لنا ناس من دول، يجي جراح تجميل يقول له أنا الدكتور بتاع الركب، أنا رحت لدكتور العظام وركبي وجعني جدا وقال لي لازم تخس، فقلت أجي أخس. تعالى بقى اعمل لي شفط دهون يا دكتور. قال له حاضر. شفط الدهون عمليه ليست للتخسيس، عمليه للتجميل، عمليه لتحسين مكان محدد، مش هنجري ورا الدهون كلها في الجسم ونشفط كتير ونعرضك لمخاطر. فمهما ننزل هنزل كام؟ 7 6 10 كيلو يوم ما نكون يعني عملنا، وده مش صح، ده خطر عليك. لكن العمليات التانيه ممكن تنزل كتير، فروح الاول للدكتور الفلاني وخد ودي معاه في الكلام، ولما تخس وتبقى كويس اذا احتجت تعالى لي. نمرة واحد، جالي خلاص العين جه وخس كويس قوي، يا ترى نبتدي نعمل تصليح للتشوهات دي على طول ولا هننتظر شويه؟ نمرة واحد، ان احنا بننتظر شويه، لازم تكون وصلت الوزن اللي بطلت تنزل فيه واستمريت على كده بفتره من 3 إلى 6 شهور، يكون الجسم خلاص استقر، ما يكونش فيه فرصه تاني انك هتخس تاني زياده. يوم لما نعمل العمليه نضمن النتيجه بتاعتها تكون نتيجة إن شاء الله دائمة. خطة، لازم نرسم خطة. اللي بيجي ده بيبقى عنده مشاكل متعددة، يعني في حتت كتيرة من جسمه. الترهل أصاب أماكن كتيرة في الجسم، خاصة لو كان تخين قوي، خاصة لو كان تخس وتخن كتير قبل كده، فالجلد فقد المرونة، أول ما خس جامد كله ترهل. يوم نيجي نبص نلاقي الوش باين عليه سن قوي، معناه إنه كبر. ترهلات موجودة هنا وهنا وتحت العين والرقبة، يبقى البطن مش ده نمرة واحد، هو ده اللي باين أكتر حاجة بتبقى باينة.
كتير قوي من الناس اللي عملوا العمليات دي احنا بنشوفهم هم لابسين هدومهم بيرفكت، وتلاقي الدكتور جايب العمليه قبله وبعده صوره المهندوم ده، ايه الجمال ده. لكن لو من غير الهدوم ونبص بقى على البطن والظهر والدراعات والفخدين والارداف والصدر، كل دي حاجات بيكون فيها حصل مشاكل تكون متفاوته الدرجه حسب السن، حسب كان وزنك ايه قبل ما تعمل العمليه، حسب نزلت بسرعه ولا نزلت بالتدريج، حسب كنت قبل كده بتخس وتتخن فالجلد فقد المرونه بتاعته. كل دي عوامل حسب حالتك انت ومدى استعداد جلدك للترهل، كل دي عوامل بتخلي في درجات مختلفه من الترهل. المهم احنا نعمل ايه؟ نبتدي نقسم الاولويات. اكتر حاجه مضايقاك ايه؟ لان احنا ما نقدرش من مره واحده نيجي هاجمين نقول يلا نعمل الجسم كله. حد يقول لي ليه؟ ايوه قلتوا لي ليه؟ لانه الشخص اللي اتعمل له عمليه التحويل في عنده كذا حاجه كده بتخلي العمليه اللي احنا ناويين نعملها دي يمكن فيها مخاطر اكتر من الشخص اللي ما عملش عمليه التحويل. اول هذه المخاطر انه الدوره الدمويه في الحته اللي كانت كبيرة قوي وبعدين كشت لسه الأوعية الدموية بتاعتها كبيرة، هتلاقي مواسير الدم اللي جايبة الدم دي عريضة عشان كانت تجيب دم المساحات الكبيرة. فلو ما عمل مثلا شد بطن في واحد ما كانش عامل عملية تكميم أو تحويل غير لما أعملها في حد كان عامل عملية تكميم، أتوقع وأنا بشتغل كجراح إنه يمكن يفقد دم أكتر من التاني. يبقى لو بعمل عمليتين بطن وصدر يبقى انا متوقع ان يكون في فقد دم اكتر واكتر، يبقى انا غالبا في حاله زي دي هفكر ان انا اجيب دم، خاصه ان معظم الناس دي بيكون عندهم اصلا نسبه الهيموجلوبين قليله لانه ما بياكلش زي الناس، ما بياكلش الحاجه الصح، الا اذا كان طبعا ماشي على نظام غذائي بعد العمليه، ودي حاجه بتكون من تخصص الطبيب اللي عمل له العمليه في الاول. نمرة ثلاثة إن في كمان نقص في حاجات كتيرة بتؤدي إلى ضعف في الجسم عموما من أجهزة من الفيتامينات والدهون وما شابه، في حاجات كتيرة بتبقى ناقصة بتخلي التئام الجرح عنده غير التئام الجرح عند الشخص اللي ما عملش عملية تحويل أو تدبيس أو تكميم أو غيره. إذا نزل ناخد ناس بحذر اللي هيجي من العملية دي. نمرة واحد قلنا هستني هنا فترة طويلة. نمرة اتنين نتكلم ونحدد ايه الاهم نبتدي بيه ثم المهم نخلي شويه. طب يا ترى نعمل حته واحده ولا حتتين؟ ده هيعتمد على الحاله الصحيه ويعتمد على التحاليل اللي احنا هنطلبها.